السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير اخواني واخواتي، حياكم الله بلايفنا اليوم اللي اعلنا عن موضوعه وهو كيف يرفعنا الله سبحانه وتعالى درجات عنده. وبعدين راح نبدي بفقرة سؤال وجواب، وراح اتكلم عن اخبار الحامية بالساحة. طبعا ما لي شغل بالسياسة، انا ادري اخبار حامية سياسية، راح اتكلم عن اخبار كتاب نوايا، وشيء ثاني اخبار دورة تطمن 14. عسى الله يوفقنا وينفعنا بهالدقائق اللي نقضيها مع بعض. بخصوص الموضوع، احنا كبشر مفطورين ومجبولين، وطبيعتنا نحب الصعود، الواحد يحب يترقى، ما يحب يكون على حاله في كل على مستويات ومجالات الحياة كلها وجوانبها كلها. يعني على المستوى مثلا الاجتماعي، يحب الإنسان يكون له وجاهة، يكون معروف لصدر المجلس، يحب يكون إنسان كذي. مستوى مثلا الوظيفي، يحب يترقى في المسميات الوظيفية من موظف عادي إلى رئيس قسم، مراقب، وكيل، وزير، يحب الرتبة العسكرية نفس الشيء، يوصل لفوق. مستوى المادي نفس الشيء، يحب يضيف فلوس حق رصيده، مدخول ثاني. المهم ان الواحد دائما في صعود، الشهادات، ماستر، دكتوراه، استاذ، دكتور، هالبروفيسور، مع انه يبذل وايد ويتعب عشان يوصل فوق. يعني قاعد يبذل وقته وجهده ويسافر يمكن ويتغرب ويصرف من فلوسه وجهده ووقته ومن وناسته وسعادته اخر شيء عشان يحصل لقب اعلى. طبعا ممكن هذا يسبب له رفاهيه في الحياه وراحه، ايا كان. المهم ان احنا مفطورين على حب الزياده، ان نصعد فوق، ما نحب نكون تحت. والناس يعيبون على اللي مو بس اللي ينزل تحت، الناس يعيبون على اللي يثبت مكانه اصلا، اللي صار له سنوات هذا هو ما تغير مستواه، لا ثقافته تغيرت، لا فكره، لا تعليمه. نفس ما انت، انا اعرفك من 10 سنوات، جيتك عقب 10 سنوات، هذا انت ما تغيرت. الناس تعيب على هذا الشيء، فما بالك باللي ينزل اصلا. زين، هذه الطبيعه اللي فينا نبي نستغلها الحين، حب الصعود، في انه يكون لنا ترقي عند رب العالمين. وهذا طبعا ترقي ترى اهم، وهو اللي باقي يوم القيامه. شلون انا او شلون رب العالمين اذا بغى يرفع انسان ويعلي قدره، شنو ممكن يسوي له؟ انا راح اتكلم عن اشياء اساسيه، مو تفاصيل اعمال، الخطوط العريضه في هذا، عشان الواحد يعني ينتبه حق اللي قاعد يصير له ويعرف شلون يتعامل معاه فيستغله في رفع درجته عند رب العالمين. الطريقه الاولى اللي ترفع درجاتنا عند الله ومقامنا عند سبحانه وتعالى وترقينا في الدرجات، ان الله سبحانه وتعالى يفتح لك باب طاعه، باب خير يحببه لك فتدخل فيه، وهو يكون سبب لرقيك عند الله في الدرجات ايا كان باب الخير. يعني في اعمال مثلا صالحه مباشر جزاءها درجات. مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: انك لن تسجد لله سجده الا رفعك الله بها درجه. فتخيل اللي يحب الصلاه، اللي تنفل كثير الضحى وبين الظهر والعصر، بين المغرب والعشاء، بعد العشاء القيام، وايد يصلي، كل سجده بدرجه، كل سجده بدرجه، فشلون وين ترتفع فوق؟ اللي الله يفتح له بحفظ القران: اقرا وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فان منزلتك عند اخر ايه تقراها. كل ما حفظت بتسمع يوم القيامه انت، فكل ما حفظت وقريت كل ما ارتقيت عند رب العالمين اكثر. السجود، حفظ قران، طلب علم شرعي: يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، الله يرفعهم درجات هؤلاء. المجاهدين في سبيل الله لهم درجات عند الله. القصد ان في عمل صالح الله يفتح لك اياه، وكل ميسر لما خلق له. واحد الله فتح له في تعليم الناس أساسيات الدين، واحد الله فتح له في مثلا لا طلبة علم، واحد الله فتح له في حفظ قرآن وتحفيظه للناس، واحد الله فتح له في دعوة الناس، واحد الله فتح له في دعوة أجانب ودخالهم في الإسلام، واحد الله فتح له في حب يعني مساعدة الناس وإغاثتهم وتفريج كربهم. كل واحد له بابه اللي الله يحبه فيه، وكل ميسر لما خلق له، وكلنا كما قال الإمام مالك كلنا على خير. أيا كان، المهم أنه دام عمل صالح أنت بخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. الشاهد يوفقه لعمل صالح، أو يفتح له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. يفتح له، الله يفتح لك. إذا شفت الله فاتح لك باب ومحبب لك إياه وسهل عليك، روح ادخل لا تتأخر، قد يكون هذا سبب في رفع درجاتك عند الله يوم القيامة. الطريقة الثانية في رفع الدرجات بعد العمل الصالح: الابتلاءات، المصايب، المشاكل اللي تحوشنا. هذه الابتلاءات أحيانا من حكم الله فيها أن يرفع الإنسان درجات.
قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يكون له المنزلة عند الله فما يبلغها بعمل. يعني الله يكون كاتب له منزلة كبيرة فوق درجة عالية، بس العمل الصالح هذا الأولي مو ذاك الزود. يعني هذا الآدمي أو هذه الأخت ما قاعد تشتغل وايد بحيث توصل لهالدرجة، ورب العالمين بيوصله. فالحل قال فلا يزال الله يبتليه ويصبره حتى يبلغه إياها. المهم مو الابتلاء ذاته، رد الفعل تجاه الابتلاء، الصبر، إنا لله وإنا إليه راجعون، الاحتساب، حسن الظن بالله أنه يريد فيني الخير. هذا رد الفعل، من رضي فله الرضا، الله يرضيه. مو الواحد يتمنى الابتلاء، لا أسأل الله العافية، ما حد يحب الابتلاء، لكن لو حصل وكان هذا رد فعلك فاعرف أن رب العالمين بيكتب لك رفع الدرجات عند يوم القيامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم له منزلة ليست لأحد يوم القيامة، آتي محمدا الوسيلة. منزلة الوسيلة ما حد يوصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أعلى منازل. ليش النبي صلى الله عليه وسلم وصلها؟ طبعا في مجموعة أسباب بعد رحمة الله مجتمعة، كثرة عبادته، دعوته صلى الله عليه وسلم. من هذه الأسباب أنه هو أشد الناس بلاء، هو عليه الصلاة والسلام، وهو مغفور له، فالبلاء ما في ذنوب يكفرها. طيب وين يروح البلاء؟ يرفع درجات. فكثرة البلاء يعني كثرة الرفعة إلى أن وصل لهذه الوسيلة مع بقية الأشياء التي رفع الله بها نبينا صلى الله عليه وسلم. فالابتلاء لما يحدث لك تصبر، تعرف أن الله بيرفعك بهذه الطريقة. الأمر الثالث بس يحتاج نفهمه صح، ركزوا معي إخواني إخواتي، لا نفهم الموضوع غلط. أحيانا يكون سبب الرفعة هو أن تبتلى بفتنة، بعبارة أصرح وأدق، بذنب. يعني الإنسان مهما حرص، بشر آدمي، يزل يغلط، مو الذنب هذا هو اللي بيرفعك، لا لا، الذنب هبوط، الذنب سفول، الذنب انحدار، الذنب تراجع، الذنب مو زين، الله ما يحبه. لكن أحيانا هذا الذنب وهذه المعصية تكون كأنها يقضى للإنسان. شفت له أحد اللي يقول طراق صحاني، بعد ما يقع في المعصية يصير في قلبه من الندم والحسر والألم، ويصير على لسانه كثرة الاستغفار والتوبة، ويصير في حياته كثرة العبادات والتضرع لله وذل وانكسار اللي يخليه وايد يوصل فوق. وسبب هذا الذنب، هذه الحالة رد الفعل هذا المتكامل بعد الذنب اللي هو حسرة القلب وألمه واللهج بالاستغفار والعمل الصالح، هذا بمجموعة هو سبب الرفعة، بس هذا ما كان يكون لولا الذنب. واضح؟ ليش أقول في النفهمة صح؟ مو الآن نستسيغ الذنوب، لا يصير في باله واحد الحين ذنب وقاعد يقاوم نفسه يقول ها دام كذي عيل إن شاء الله يمكن يصير حالي بعد المعصية أحسن فيروح يغلط. لا، مو على كيفك. هذا الكلام اللي قاعد أقوله مو تبرير للذنب، ويعني يعني نفتح المجال، لا لا لا، واحد يعني واحد ما يدري، يمكن الله يقبضه على الذنب. لكن لو صارت هذه فالإنسان يعني يشتغل صح، كما قال العلماء رب طاعة أورثت غرورا واستكبارا، ورب معصية أورثت ذلا وانكسارا. يعني أحيانا الواحد يصل للفير المسجد فيشوف الناس دايخين كلهم توهم قاعدين من النوم، وهو شد قايم الليل مصلي قيام وياي كذي صلاة قيام، فيشوفهم فيشوف نفسه هذين نايمين، أنا الحمد لله طول الليل قاعد أصلي، فيشوف نفسه أحسن من الموجودين. هذه الطاعة اللي بالليل خلتك تقعد تشوف الناس أقل منك وأنت أحسن منهم، لأنك هذه اللي أورثتك ذلا واستكبارا مالك من فيها شيء. ورب معصية أورثت صاحبها ذلا وانكسارا، هو غلط زل، لكن سبحان الله بعد المعصية شاف نفسه مكسور، يشوف الناس والله يشوف على الأقل هذا أنظف مني ما سوى الغلط، هذا أحسن من، يذل الله. هذا الذل هو اللي يرفع الإنسان وليس الذنب. يعني عشان نفهم الموضوع صح، شفتوا البلاء، البلاء احنا ما نختاره، البلاء ما نختاره، نسأل الله العافية، لكن لو ابتلينا نصبر ونحتسب فنرتفع عند الله. الذنب كذلك ما نختاره، ما نروح له، لكن لو حصل وضعفنا وغلطنا نبادر مباشرة بعده باستغفار وتوبة وندم وسؤال الله العفو والمغفرة. فالعلماء يشبهون هذا بمثل الإنسان لما الواحد لما يرمي بالنبل، شفت لما تمسك انت السهم وترجع وراء، شفت هذا الرجوع، هذا لما يذنب الإنسان ويعصي كأنه راجع وراء، هو في الواقع رجع تأخر وهو يسير إلى الله، الناس اللي يطيعون سبقوه قاعد يرجع، لكن أحيانا هذا الرجوع كل ما صار أكثر عشان في انطلاقة بتصير أقوى. لكن لا حد يحط بباله أني أنا بسوي ذنب عشان أوصل بعدين هناك، لا، إحنا قلنا مو قد ما توفق لهذا. قال أخوة يوسف
اقتلوا يوسف او طرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. يعني خسروا هذه الشغله بعدين ان شاء الله انتم تصير خوش ناس، بس مو بالضروره ما يهتدون. الله لا يوفقهم في هذا، ممكن الله ما يهدي الانسان ما يوفقه. فلكن احنا نقول اذا وقع الانسان بهذا فيعرف شنو يسوي. هذه الطرق الثلاث اللي رب العالمين يرفع بها العبد. واحد يفتح له باب طاعه فيدخل. اثنين يبتلى بذنب بغير اختياره فيصبر ويحتسب ويرتقي. ثلاثة قد يزل ويخطئ، لا يروح، يعني أقصد لا يصير هذا مبرر، لكن لو وقع فبادر بالاستغفار والتوبة حتى تترقى عند الله. هاي الثلاث أشياء. باقي الرابعة الدعاء، أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يرفعك عند الدرجات، كما كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك الدرجات العلى من الجنة. هذه الفقرة تكررت في دعاء طويل ثلاث مرات: أسألك خير الثواب وخير النجاح وخير العمل وأسألك الدرجات العلى من الجنة. ثم دعاء آخر: وأسألك الدرجات العلى من الجنة. هكذا. وإذا سألتم الله فاسألوا الفردوس أعلى شيء، أطلب من الله أن يرفعك عنده درجات ويسر الله سبحانه وتعالى هذه الدرجات لنا. عسى الله يرفعنا عنده درجات يا رب، يكتب لنا الخير دائما، والحمد لله رب العالمين. أحفظ لكم لايف في الستوري وأرجع لكم عشان فقرة سؤال وجواب وباقي الأشياء. دقيقة وأرجع.